قال لي لا طريق معاه إلا هكذا ابن الكلب. قال لي ابن الكلب هذا إبليس لا طريقة معه إلا بهذه الطريقة، ما بتقدر بضيعك. لأن الخاطر الشيطاني في الأخير يريد ماذا؟ المعصية، يريد الكبيرة والصغيرة والفاحشة، وإن كان يتوسل إليها في أكثر أحيان بطريق ماذا؟ الطاعات. لكن لا يغيب على من أصبح إذا درب يأتيك الخاطر، مش هنقول شو، يأتيك الخاطر، اذهب إلى جارتك أم فلان الأرملة، يرفع لك إيش عنوان الأرملة، الأرملة المسكينة التي على أيتام، سبعة أيتام زوجها الشهيد، اذهب إليها وأعطيها إيه؟ صدقة، أعطيها هدية، قل له اخسأ يا لعين لعنة الله تعالى عليك، تلبس علي. طب من عارف حالي، أنا من يوم ما شفتها من قبل 4 سنين هويتها، أعجبني حسنها، أعجبني جمالها، والمرأة لا تريد إيش؟ أن تتزوج، وزوجي لا ترضى، فما الذي تريده يا لعين؟ تضحك عليه؟ بدك صدق يا لعين؟ سهل، سألبيك، قل له سأبعثها مع رجل آخر لا علاقة له بي في الظاهر، سأتحيل وستصل إلي الصدقة وأستحلفه بالله أن يكتم علي، عمره يرجع من هذا الباب، يقول لك يخرب بيتك ضيعتني، ينزعج، يعني وصلت لها الصدقة برضو وما بدوش. حدثتكم مرة عن أحد أصحاب الملايين، أسأل الله أن يزيد من أمثاله وأن يباركهم ويبارك لهم فيما أعطاهم. قال لي أخي عدنان أنا أجاهد نفسي، قال لي مجاهدة متعبة جدا جدا. قلت له كيف؟ حدثني كأنه يتحدث مع نفسه. قال لي لكن بفضل الله، بفضل الله في أحيان كثيرة نجحت في تأديب اللعين وأدبه. قلت له ما خطتك؟ قال لي خطتي سهلة، حين إيه يخطر لي خاطر قد يكون ملكيا طبعا مش رباني، هذا شوف بدنا نميز، الرباني ما فيه افعل لا تفعل، انسى، الرباني فيه علوم أسرار كشوف غيوب ترقيات لطائف، إذا خاطر ملكي. حين يخطر لي خاطر تصدق مثلا ب10,000 دويتش مارك أيامها هيك حكى لي، يأتيني الشيطان كثير ديون كذا خليها 5، فأقول له سأجعلها 15، طب خليها 10، أقول له سأجعلها 20. قلت له ماذا؟ قال لي والله هكذا أدبته، ما شاء الله. قلت له عليك، عجبني هذا الرجل الصالح، قال لي لا طريق معه إلا هكذا ابن الكلب. قال لي ابن الكلب هذا إبليس لا طريقة معه إلا بهذه الطريقة، ما بتقدر بضيعك. 10 بدك 5 15 عجبك؟ لا طب 10 لا 20. قال لي حتى يسكت. قلت له ما شاء الله عليك، فيلسوف هذا، شفت فيلسوف في قمع ابليس. قال لي وهكذا فعلت به وافعل به لا ازال. قلت له الله يزيدك ما شاء الله عليك، احسن طريقه. بدي اقوم اصلي ايه 8 ركعات قيام الليل، خلي 4، طب 12، طب خلص 8، طب 14. لازم نتعلم كمان، احنا نتعلم